يعلم بأن التيار الصدري منظم وتنظيمه واضح حقيقة كقاعدة جماهيرية وككتلة سياسية، وهذا ما ثبتت التجارب على مدى السنين الماضية. وحقيقة يعني ما يحتاج أي شخص يبرهن بقضية تنظيم التيار الصدري. في قضية الدعوة، الجماهير تدعو سماحة السيد لمساندته يوم الجمعة القادم. أكيد الجمهور الصدري والجمهور العراقي يرغب بأن يكون هنالك عملية إصلاح في العملية السياسية، وهذه عملية الإصلاح حقيقة يجب أن يكون لها قائد يقود هذه المسيرة. والكل يعلم بأن الفشل اللي حصل في المرحلة السابقة الكل يتنصل منه. في المرحلة القادمة أعتقد بأن التيار الصدري والتصدي لرئاسة الوزراء كاستحقاق، وفق ما يراه التيار بأنه هو استحقاق للتيار بأن يستعد للانتخابات القادمة. هو ما الاستحقاق، هو ما الاستحقاق لأي حزب سياسي يخوض الانتخابات، اتفق وياك. نعم. هو ليش اسمه حزب سياسي إذا ما يطمح للسلطة؟ هذا شيء طبيعي. طبعا. لكن أن يقول عن نفسه بأنه المنقذ والمصلح والآتي من فوق الجبال، هاي شوية بيها نقاشات، لأن التيار الصدري اشترك بكل الحكومات السابقة. نعم. التيار الصدري ينوب ما ينوب من أسباب الفشل وعوامل الإخفاق. حتى البعض يعتقد أن التيار الصدري قد، يعني عذرا للتعبير، قد تاجر بعملية الإصلاح والحركة الاحتجاجية سياسيا. يعني ما أقول تاجر، ناورة. يعني أكو نظرة تختلف عن نظرة. أكو من أكو مثل يقول حب احكي وكره احكي. زين. التيار الصدري لم يقود الحكومات السابقة حتى يتحمل مسؤولية الإخفاق والفشل. لكنه عندما كان في حكومة السيد المالكي فشل وإخفاق سحب وزراءه. عندما لم يكن هنالك، عندما أتت وصلنا لآخرها حكومة السيد عادل عبد المهدي وأردنا لها النجاح، كانت أكو معيار بأن لا نشترك، نترك الرجل يشكل حكومته، وإحنا ما اشتركنا لا بحكومة عبد المهدي ولا بحكومة السيد الكاظم، والتيار كان هو من يرغب بأن يكون مرشح رئاسة الوزراء غير منتمي إلى الكتل السياسية. وهذا ما هذا الموقف كان إن في يعني في الواقع. هو سيادة النائب، ما الفائدة من الانسحاب إذا كنتم أنتم الذين تمكنون المالكي من أن يكون رئيس وزراء، وأنتم من تمكنون عبد المهدي من أن يكون رئيس وزراء؟ نعم. وأنتم من تمكنون حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي من ذلك. بالتالي تنسحب أو تبقى، هاي قصة ثانية يعني. نعم، المكنة بس، لكن أكو شركاء يشتركون.